والإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في قناتنا معا لجيل أفضل وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد. On classe les verbes en trois groupes selon leur infinitif. في اللغة الفرنسية نصنف الأفعال إلى ثلاث مجموعات حسب مصدرها. المجموعة الأولى الأفعال التي مصدرها ينتهي بـ -er. Premier groupe les verbes avec un infinitif en -er مثل manger. Manger. لاحظوا الحرف الأخير في هذا الفعل هما -er. إذن هو ينتمي للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية الأفعال التي مصدرها ينتهي بـ -er. Les verbes avec un infinitif en -er مثل finir. لاحظوا الحرفين بين في المربع -er. بما أنه ينتهي بـ -er فهو ينتمي للمجموعة الثانية. أفعال المجموعة الثانية تنتهي بـ -er. بالنسبة للمجموعة الثالثة les verbes avec un infinitif en -er voir -re. الأفعال التي تنتهي بـ -er -re voir مثل vendre ينتهي بـ -re sortir ينتهي بـ -er pouvoir ينتهي بـ -voir زائد الفعل aller حالة خاصة. هذه الأفعال تنتمي للمجموعة الثالثة. Troisième groupe قلنا أن الأفعال التي تنتهي بـ -er تنتمي للمجموعة الأولى -er المجموعة الثانية -er و -re و -voir المجموعة الثالثة وكذلك الفعل aller حالة خاصة ينتمي للمجموعة الثالثة. إذن هذا حسب مصدر الفعل. لدينا أفعال تنتهي بـ -er في المجموعة الثانية وفي المجموعة الثالثة. ماذا نفعل لكي نعرف هل هو ينتمي للمجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة؟ نصرف الفعل في الحاضر مع الضمير نو نحن. إذا كان ينتهي بـ -e, -s, -s, -o, -n, -s فهو ينتمي للمجموعة الثانية. مثلا صرفنا فعل فينيغ في الحاضر مع ضمير نو نقول نو فينيسون ينتهي بـ -s, -e, -s, -s, -o, -n, -s إذن هو ينتمي للمجموعة الثانية. نطبق هذه القاعدة على الأفعال التي تنتهي بـ -er لنعرف هل هي تنتمي للمجموعة الثانية أو الثالثة لأنه في كلا المجموعتين لدينا أفعال بـ -er.